اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Semenjak Al-Quran itu ya, akan datang ya, pasti datang pada hari kiamat syafi'an. Syafi'an itu menjadi penolong ya bagi kamu. Karena surah apa? Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wada'na laka fadhlan mubina. Laghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. Allah nasran azizan. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Liyudkhila al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min النار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وآمنا بالله والنسوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا عليما حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن أكل فإنما ينظر على نفسه ومن نوى بما عاد عليه الله فليؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل ومن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا وكان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله وإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله غفورا رحيما يقول المخلفون إذا انظروا إلى مغانم لنأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فيقولون بل تحسدوننا بل كان الله لا يخفون إلا قليلا.